أزور أزور سيدي ومعتمدي ورجائي، ذخري وذخيرتي في آخرتي ودنياي، زيارة مني ونيابة عن والدي والد والدي وزوجتي وعيالي وإخواني وأخواتي وأصحابي وأقربائي وجيراني وعن جميع المؤمنين والمؤمنات وعن صاحب العصر والزمان طاعة قربة إلى الله تعالى. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد المرسلين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ثار الله وابن ثوره والوتر الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات، فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. بريت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سالمكم وحرب إلى يوم القيامة، ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية فاطمة، ولعن الله ابن مرجان، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمرا، ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك. يا أبي أنت وأمي لقد عظم نصابي بك، فأسأل الله الذي أكرمك
أكرم مقامك وأكرمني منك أن يرزقني طلب دارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسولي وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بمولاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحق وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم وأبرأ إلى الله وإلى رسولي ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمي وجوري عليكم وعلى أشياعكم بريت إلى الله وإليكم منهم وأتقربوا إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالات وليكم والبراءة من أعدائكم والناصرين لكم الحار وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم إني سلمان لمن سال مكتوب وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبتني قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب داركم مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تنالوا منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا
يوم تبركت فيه بنو أمية والواكنة الأكبر. اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف. وقف في نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبدا الآبدين. وهذا يوم فرحت فيه آل زياد وآل مروان بقدرهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم اضاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيامي حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم بالموالاة لنبيك ولنبيك علي وعليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهلت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا ما تمر. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ما أتمر. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وبنبي أولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمر وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبتني قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا أجواءهم دون الحسين
الحسين عليه السلام برحمة منك يا أرحم الراحمين، وصل يا ربي على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.